مالي كمان؟ يعني مش عارف مالي يا يوسف؟ لا مش عارف. خديجة ما قالتلكش اني رحت لها؟ لا ما قالتليش. كمان ايه المشكلة يعني؟ مش أول زيارة؟ زيارة عن زيارة تفرق. مش فاهم. الزيارة الأولى رحت وأنا كلي أمل، فرحانة بالمستقبل وبالدنيا الجديدة اللي داخلة عليها، رايحة أعرف كل حاجة عن الراجل اللي بحبه، كل حاجة عن تفاصيل حياته، بيحب إيه، بياكل إيه، لون الورد اللي بيحبه، كم معلقة سكر بيحطها في الشاي. فيها مي ما توضحي كلامك. الزيارة التانية رحت وأنا مليانة شك عشان أتأكد، واتأكدت، حسيت بالغدر والخيانة وإني اتضربت بسكينة في ظهري. غدر وخيانة وسكاكين، انت بتتكلمي عن ايه؟ شيخ يوسف، وانت باصص في المرايه اللي قدامك والمرايه اللي جنبك، عارف ليه كم وش؟ ليه كل